طيب انا بعتذر من هاي الشغله مش راح اقدر اعملها، يعني راح اضطر ملتزم ب ريجوليشنز اللي يعني اقترحتها الجامعه بالنسبه للتدريس عن بعد. وي ار دوينج ويل اعتقد، يعني مش كثير حاسس انا في فرق، يعني مور انتر اكتف. ننتقل للجزء الثاني من الشابتر اللي هو شابتر نمبر 2 اللي بيحكي عن البروتينز. انا راح اعمل ميوت لاول لانه صدى الصوت اللي فاتح المايك راح يعمل يا ضعف بالنت او خربش عند بعض الناس. راح بلش ريكورد الان for this lecture. So what we described before was about the protein structure and the levels of the protein structure, and we started with what's called the primary structure. And as you may remember, the term of the primary structure is just describing the sequential order of the amino acids in that peptide or in that protein. So it has to start with a single amino acid and end up with another amino acid at the carboxyl group end. هلا هذا برجع بذكرني بشيء لازم احكي عنه في خصوص بعض الاسئله اللي بعثوها الطلاب، وانا بعرفش من اي شعبه ببعثوها، بس انه راح نتشارك جميع الملاحظات اللي بعثوها الطلاب. عشان هيك انا شاعر انه موضوع الانتر اكتف او الزوم تيتشنج يعني احسن من اسجله وبعدين افتح نقاش والى اخره. ممكن رايكم صح، بس يعني زي ما حكيت لكم ممكن تسبب لنا وجع راس بعض الاحيان. نفترض انه انا عندي هذا البيبتايد، وكان حدا سالني في عباره مكتوبه بالكتاب انه شو معنى انه الكاربوكسيل الامينو جروب والكاربوكسيل جروب راح يكونوا ايونايزد ات فيزيولوجيكال كونديشن او انه السايد تشينز هذول راح يكونوا ايونايزد اور ايونايزد. معنى هذا الكلام كالاتي: لو كان عندي انا على سبيل المثال، خلي اخذ مثال زي اللي اخذته لزملائكم، انه في عندي على سبيل المثال glycine as a first amino acid here في هذا البوليبتايد، وبعدين عندي valine. شباب هلا اللي بدخل من الايميلات الثانيه قاعد بغلبني والله. يا جماعه اللي بدخل من ايميل غير ايميل الجامعه بغلبني، كل ساعه بضطرني اعمل له ادمت، يعني بيعمل ديستركشن بالمحاضره. هلا هذا فالين على سبيل المثال، and then we have glutamic acid، او خلينا اكتبه بصيغته glutamic acid or aspartic acid. وهون في عندي خليني احكي عن الهيستيدين المره هاي، وهنا ارجينين فور اكزامبل، واخر حامض اميني خلينا احطه شوي عليه اشكاليه اللي هو السيستين. اوكي، نفترض انه هذا البوليبتايد مكون من هذول الاحماض الامينيه، وزي ما ذكرنا سابقا بالنسبه للنومنكليتشر راح يكون جلايسيل فاليل جلوتاميل هيستيدل ارجينيل سيستين. هذا التسميه بالنسبه لهذا البوليبتايد راح تكون بهذا الشكل. هلا لو اجيت سالت سؤال بسيط جدا اللي هو at pH equals 7.4 for example, and here physiological pH, what is the net charge of the amino acid? هذا السؤال بكل بساطة. شو النت charge؟ Oops. خليني أكتبه هون. At pH. What is the net charge at pH equals 7.4? هذا اللي أنا بخاف منه. طيب. Net charge. هذا السؤال. So, اعتمادا على وجود او على sequential order of this polypeptide, we can assume or we can expect or we can guess what is the pH value or what is the charge of this molecule على هذا ال pH او على هاي درجة الحموضة. هذول ال functional groups للأحماض الأمينية الموجودين أمامنا، زي ما بنعرف إنه الجلايسين راح يكون في عنده هيدروجين
بالنسبة للفالين راح تكون CH أو برانش تيم بس راح يكون عند CH3 at the end. والجلوتاميك أسيد راح يكون COOH and histidine will be NH مع plus. تمام. الأرجينين راح يكون NH2 مع plus. والسيستين راح يكون SH بهذا الشكل. ليش حطينا الفانكشنال جروبز او السايد تشينز لهذول المجموعات؟ لانه كل وحده من هذول القيم راح يكون في لها بي كي فاليو. هلا حتى احذر قديش او اعرف قديش التشارج لهذا البوليبيبتايد، فيرست اوف اول اي هاف تو ريممبر ذا بي كي فاليوز اوف ذيس جروبز از ويل از ذا سايد تشينز. عشان هيك مطلوب مننا نعرف البي كي فاليوز للسايد تشينز بالاضافه للالفا كاربوكسيل جروب اند ذا الفا امينو جروب. كلنا بنعرف انه الالفا امينو جروب ال بي كي فاليو لها اعتمدناها 9، بالنسبه للكاربوكسيل جروب هي 2 roughly speaking. ونيجي على هذول المجموعات، هون ما في عندي بي كي فاليو بالنسبه للجلايسين، ما عندي للفالين، انا عندي للمجموعات اللي في عندها تسيشن جروبس. وبالتالي راح يكون في عندي بي كي فاليو هون equals 4 خاصه بالجلوتاميك اسيد، وعندي 6 خاصه بالهيستيدين، وعندي هون بالارجينين هي 11 بدي اعتمدها المره هاي او 12 وتفر اثنين قريبين من بعض. بالنسبه للسيستين there will be no بي كي فاليو. هلا واحد راح يقول لي لا احنا شفنا له بي كي فاليو لما كان موجود بالتيبل. يس، هذاك البي كي فاليو مش للديسوسيشن، it will not be free سيستين. السيستين راح تتحد مع سيستين اخر وتكون سيستين، راح يصير عمليه اوكسيديشن، ما راح يصير لها ديسوسيشن بحيث تصير اس ماينس. تمام. فلذلك المجموعات اللي بيصير لها ديسوسيشن هي هاي المجموعات، وهي اللي راح تدخل في حسابات التشارج بالنسبه الى هذا البوليبيبتايد. سو بيسيكلي واتس غانا هابن از ذا فولوينج. بدايه لما تكون البي اتش اكبر من اي قيمه بي كي راح يصير في عندنا ديسوسيشن. معلش خليني افتح الباب لحدا. اوكي نرجع لموضوعنا. انا اسف، لما البي كي فاليو از او البي اتش فاليو از مور ذان ذا بي كي فاليو سو ذير ويل بي ديسوسيشن. معنى ذلك انه تركيز ايونات الهيدروجين از نوت انف تو ساتوريت ذا فانكشنال جروب. سو ذيس جروب ويل بي نيجاتيفلي تشارجد بيكوز ذا بي كي از 2. الان هذا الجروب ما راح يصير لها ديسوسيشن لانه البي كي فاليو هي اكبر من البي اتش فاليو. There will be no dissociation on these groups. وبالتالي ما راح يكون في عندي charge. راح يصير في عندي dissociation للكاربوكسيل جروب الخاصة بالجلوتاميك أسيد سايد تشين. فلذلك راح تكون negative charge لأنه ال pK أقل من ال pH value. And here we will have dissociation and it will cause zero charge at this point. لأنه راح يصير في عندنا deionization اللي هو بس deprotonation of the hydrogen. And here we will have the positive charge on the arginine because it's not going to be dissociated at pH 7.4. فإذا بجمع الشحنات الموجودة هون هذه 1 minus and the other minus will be like 2 negative charges. Okay. And I have plus plus which means that I have 2 positive charges and the total will be 0 charge. So this molecule or this peptide will be zero charged at pH 7.4. ولكن في شغلة مهمة جدا هون، بشكل دقيق جدا الشحنة مش صفر بالنسبة لهذا المولكيول، لأنه لازم أعرف الـ pI لهذا المولكيول حتى أقول إنه شحنة صفر. هو at pI بيكون صفر، وهذا بدي أعمل له titration كامل. إذا بدي أعمل له titration كامل راح يكون في عندي 1, 2, 3, 4, 5 titrable groups. يعني شكل الكيرف تبعه راح يكون بهذا الشكل 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, and then I have to put pK values, and then I have to recognize where is the pI between
these PK values. ممكن تكون بين 2-3 أو 3-4 أو 4-5. It depends on the net charge of this molecule where it's going to happen. But هون بس هون أنا بتوقع إنه هي بين 6 و11 6 و9 لأنه هي عبارة عن 7 راح تكون neutral molecule. So I can assume إنه هي عبارة عن مجموع 6 و9 وتقسيم 2 راح تكون تقريبا على 7.5. هذا المولكيول راح يكون زويترايون اور زيرو تشارج مولكيول, يعني قريب شوي من النقطه اللي احنا بنحكي عنها. So this is how I calculate the charge of the molecule. كان في حدا سالني يعني خلينا نجاوب على بعض الاسئله اللي كانت توردني بالايميلز او بالمسنجر انه البي اي شو هي, هل هي قيمه البي كي؟ It will never be the PK value. البي اي عمرها ما كانت البي كي فاليو. البي اي هي البي اتش لما بيكون المولكيول هيول كله في السوليوشن زيرو تشارجد. هاي معنى البي كي فاليو, هي قيمه البي اتش لما بكون كل المحلول او كل المولكيولز اللي في المحلول تحمل شحنه صفر, مش انه نصهم صفر ونصهم نيجاتيف او نصهم صفر ونصهم بوزيتيف. ما بصير انه كل المولكيولز لما بوصلوا لدرجه انهم كلهم at the same time 100% are zero charged, so we reach the pi point or the structure of the زويترايون مولكيول. اوكي موفينج, ان شاء الله نكون خلصنا من هاي القصه ونرجع بنحكي مره ثانيه اذا طرأ في اسئله او مش مفهومه. نرجع نكمل عن موضوعنا اللي هو خاص في البروتين ستراكشر, وقلنا انه في عندنا بدايه ما يسمى بالبرايمري ستراكشر, then we have the secondary structure, the thing that we are going to describe today. والسكندري ستراكشر مقسم الى 3 انواع. بيسكلي كان سابقا يقسم الى نوعين اساسيات اللي هو الالفا هيليكس والبيتا شيتس او ما يسمى بيتا بليتد شيتس. في due to the new technology and advancement in the analysis of the proteins and function and kinetic of the proteins, there was a discovery of what's called beta bend as a secondary structure. في البيتا بند تصنف في بعض المراجع على أن هي secondary structure. What is the meaning of secondary structure? It's the second level of the protein folding. تمام؟ فأول مثال اللي هو الألفا هيليكس, أول level بعد the primary structure ممكن أنا أعمله للبروتين ويأخذ regular structure. So basically the secondary structure describes regular structure that can be found in many proteins. And it plays a role in the structure of the protein as well as the function of the protein. So why we have such kind of alpha helical structure? In order to have certain 3D structure and to have certain function of that protein. And this alpha helical structure has certain properties. رح نحكي عنهم واحدة واحدة. بداية شو معنى alpha helix؟ إن يكون في عنده helical structure اللي هو الشكل الزنبركي الموجود أمامي هون. هذا بنسميه alpha helix structure. زي ما بنلاحظ هو عبارة عن sequential order of amino acids ولكن عاملين الهيليكال شيب اللي هو الشكل الهليلجي او الشكل الحلزوني او الزنبركي زي ما بدك تسميه. الان من مواصفات هذا الالفا هيليكال ستراكشر بيسكلي هو secondary structure. The second thing is the side chains of the amino acids that are involved in this structure are towered outside, so they oriented outside of the helical structure. يعني مش راح يكون جوا الشكل الزنبركي, راح يكونوا برا. السبب انه هذول سايد تشينز احيانا ممكن يكونوا كبار شوي, فبالتالي راح يكون في عندي شيء اسمه ستيريك هندرانس في الداخل. بمعنى اخر اذا كان الاورينتيشن للداخل راح يخرب الاستراكشر تبع الالفا هيليكال ستراكشر وما راح يزبط يكون في عندي الالفا هيليكس. So first of all the R groups should be outside. The second thing is as well انه هذول الR groups they play a role in the stabilization of the structure itself. بمعنى اخر لو كان في عندي هنا R group مشحونة بشحنة سالبي وفي عندي R group ثاني قريبة منها مشحونة بشحنة موجبة على سبيل المثال, there will be kind of attraction. هذا ممكن يخرب وممكن يدعم الألفا هيليكال structure, بيعتمد على نوع الأمينو أسيد أو السايد تشين الموجودة هون. لو كانوا اثنين positive charge برضو هذا ممكن يعمل interference لأنه راح يعملوا repulsion. إذا كانوا الاثنين على سبيل المثال اللي قبال بعض أو اللي قريبين بعض كانوا bulky راح يعملوا مشكله في الستيرنج هندرنس. وبالتالي الار جروبز اللي هون هي خاصه في مجموعه معينه من الاحماض الامينيه. بمعنى مش كل الاحماض الامينيه بتعمل الفا هيليكال ستراكشر. This is very basic concept. Some amino acids cannot be found in the alpha helical structure. نحكي عنهم الان موجودين امامنا بالسلايد.
The second thing is the presence of the hydrogen bonds. هل الآن لو مسكنا خيط وحاولنا نلفه حول إصبعنا بشكل زمبركي وزعمنا إنه هذا الشكل stable, it will not be stabilized إذا شلنا الإصبع منه, راح يفرط الخيط كامل. وهذا المثال ممكن نطبقه على البروتينز, إنه البروتينات هذول الفولدينج تبعهم will not be stable unless we have something, some kind of bonds that will stabilize the structure. And in this case, we have what's called hydrogen bonds. As we can see here, إنه في عندنا روابط هيدروجينية بتعمل stabilization secondary structure أو للalpha helical structure in the protein or in the peptide. And these hydrogen bonds are not between the side chains. وين موجودين؟ بين الكربونيل جروب اللي هي كانت اصلا كاربوكسيل في هذا الحامض الاميني والامينو جروب لحامض اميني اخر. That's the answer of the question. كان في حدا سال سؤال انه فسر لي العباره الاتيه وبعث لي اياها شكل صوره, انه شو معنى انه يكون في عندنا الهيدروجين سوري البيبتايد بوند مشغوله, بمعنى اخر هي المكونه بين الكاربوكسيل جروب والامين جروب, وبالتالي هذول راح يكونوا مشغولين وبنفس الوقت راح تكون available for hydrogen bond. شو معنى هذا الكلام؟ هو فعليا صحيح. هاي اذا طلعنا على هذا الحامض الاميني, خليني ارسم حولها خط, هذه الرابطه اللي هون بين هذا الحامض الاميني وجاره هي رابطه البيبتيديه اللي حكينا عنها. So exactly this is the peptide bond here. Okay. ولكن الكربوكسيل جروب او الكربونيل جروب اللي كانت يوم من الايام كربوكسيل now available for hydrogen bond with another amino group for another amino acid. So this is the meaning انه البيبتايد بوند او الكربوكسيل والامينو جروب مشغولات بالبيبتايد بوند but still they are available for the hydrogen bond اللي هي ممكن تعمل stabilization للبروتين as we can see here في secondary structure في حاله الالفا هيليكس. So this is the second concept that I want to mention. So again, they are outward, اللي هم side chains, stabilized by hydrogen bond, and we have certain number of amino acids per turn. يعني لو بلشنا باللفة هاي من هون وكملنا لحد ما وصلنا للطرف الثاني, we have to have 3.6 amino acids per turn. يعني عشان أعمل لفة واحدة أنا بحاجة 3.6 أحماض أمينية لللفة الواحدة. كيف حسبوها هاي؟ حسبوها بطريقة بسيطة جدا, نفس المثال اللي ذكرته زملائكم بالشرح السابقة, انه لو كان في عندي الفا هيليكال ستراكشر مكون من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, يعني رسم مجازي, ففي عندي هنا 10 تيرنز على سبيل المثال. اوكي, وهذول 10 تيرنز لسبب ما عدينا الاحماض الامينيه اللي فيهم طلعوا 36 امينو اسيد. اوكي, طبعا مش راح يكونوا بالضروره 10, ممكن يكونوا اقل او اكثر. So as an average, اذا كان في عندي 36 حامض اميني بشكل 10 تيرنز, فكل تيرن راح يكون فيها 3.6 امينو اسيد. That's how they calculated this number. Fine. قبل شوي حكيت انه secondary structure cannot form for example or cannot contain certain amino acids like proline and glycine. هذول الامينو اسيدز الاثنين بسموهم alpha helical disruptors or alpha helix breakers. They break the alpha helix. يعني اذا كان في عندي alpha helix عمالها بتتكون وفجأة صار في عندي proline كحامض اميني, it will be breaked and you will have another form. Why? Because the proline has a group which is known as imino, إذا بنتذكر كلنا. Okay? اللي هي بتعمل زاوية 90 تقريبا بالنسبة للبيبتايد بوند وراح تخرب الستركتشر. الجلايسين كذلك إذا كان موجود, بمعنى آخر إذا كان في عندي سلسلة من أو خلينا نرسمها على شكل هيليكس, بحاول أعمل هيليكال ستركتشر وصار في عندي جلايسين, so the glycine will change the structure to break down the alpha helix and will do the following structure. Why the glycine, the presence of the glycine is doing this? Because usually when we have glycine in any polypeptide, it will make such kind of tear. فوجود الجلايسين بهذا المكان واحتوائه على
two hydrogens, سواء كانت side chain أو الهيدروجين الأصلي في الباكبون. So we have space here that is enough to make the turn. يعني وجود الهيدروجين هون بسمح بتوفير مساحة إنه يصير في عندنا turn للبروتين. لذلك البيتا turn أو ما يسمى بالجلايسين turn هون هي صارت من ضمن السيكندري ستركتشر اللي هو اللفه اللي بتصير هون هذه. سبب وجودها هو وجود الجلايسين في هذا المكان, عشان هيك بتعمل بريكنج للالفا هيليكس اور ان اذر كايند اوف فولدنج ان ذا بروتين. اذر جروبس اوف امينو اسيدز اور اذر تايبس اوف امينو اسيدز ذات كان اكتشوالي بريك اور ديسربت ذا الفا هيليكال ستركتشر اللي هم البلكي امينو اسيدز, التشارجد امينو اسيدز زي ما حكينا, and branched chain amino acids. ليش البرانش chain amino acids؟ لأن البرانش عاملة زي حدا قاعد على الكنباية وعدم المؤاخذة بالكلمة هو فاتح ايديه ورجليه وانت بدك تحاول تقعد. So he is making steric hindrance, عامل مقاومة مساحة بالبيوكيمستري بالأورجانيك كيمستري, وبالتالي it will interfere with the interaction or with the presence of the second amino acid اللي هو راح يكون جار إله على سبيل المثال هون. بالتالي it will disrupt the alpha helical structure. فهذول الأمينو أسيدز are not preferred to be found in the alpha helical form. The second type of secondary structure is known as beta sheets. ما يعرف بصفائح البيتا أو بيتا pleated sheets اللي هم عبارة عن روابط أو structure بتكون نتيجة روابط هيدروجينية between two chains, وهذول chains ممكن يكونوا بنفس البيبتايد وممكن يكونوا ب different peptides, okay, but usually they are in the same peptide molecule. The beta sheets actually is or having this sheet forms because of the orientation of the amino acids, as we can see here. لو افترضنا إنه هذا عبارة عن peptide chain وهذا peptide chain آخر, هلا عبارة عن سلسلتين زي هذول, واحدة رايحة من اليمين لليسار وواحدة من اليسار لليمين. So we have amino acids here, نتخيلهم موجودين هون على السهم هذا. هذا السهم بيمثل عبارة عن polypeptide chain, برضو هون في عندي polypeptide chain مقابلها. ممكن يكونوا نهايتهم من هون, خليني بس أوضح هاي النقطة, ممكن يكونوا نهايتهم من هون connected to each other. So this is how it happens or it will be formed. وشو عرفني أنه بتوصل من هون لهون؟ لأنه لازم يكون عندي N-terminal سي تيرمينال البوليبتايد. anyway هلا هذا البيبتايد كون بيتا شيت, وبالتالي البيتا شيت هاي تكونت نتيجه وجود روابط between two chains وعملتها على شكل صفيحي احنا بنسميه. المهم في الموضوع انه الروابط الموجوده هون هي عباره عن هيدروجين بونز. so again the secondary structure in general or secondary structures سواء كانت الفا هيليكس or بيتا شيتس are stabilized by the hydrogen bond. Okay. السؤال بطرح نفسه, how the hydrogen bond between the carbonyl group of the peptide bond and the amino group of the peptide bond can stabilize the secondary structure, وهذا secondary structure بكون tough, بكون stable برابطة ضعيفة. السبب انه في عندنا كلمة many hydrogen bonds. So the presence of high number of hydrogen bonds will stabilize this structure. هلا هذا الفورم من البيتا شيت بسموه انتي باراليل, لانه واحد رايح من اليمين لليسار وواحد رايح من اليسار لليمين, وهذا بسموه بارال ستراكشر اور بارال البيتا شيت. الرابطه الهيدروجينيه موجوده هون بتوين ذا شيتس, ولاحظ انه هاي الشيت مختلف شوي عن الشيت الموجوده فوق, فعلى الاقل راح يكون عندي تو بيبتايدز. اوكي, هذه بنسميها باراليل وهذه بنسميها انتي باراليل حسب اتجاه البيبتايد نفسه, الان للسي, بينما هنا مقابل الان كان في سي, مقابل السي هاي كان في ان, بينما هون الان مع الان والسي مع السي بالنسبه للاورينتيشن اوف ذيس بوليبتايد. هلا حكينا بالنسبه للالفا هيليكس انه في عندنا ار جروبس ذات ار اورينتد اوتسايد اوف ذا الفا هيليكال ستراكشر. هاو اباوت ذا ار جروبس ذات ار فاوند ان ذا بيتا شيتس؟ اكشوالي ذي ويل بي از سمبل از ذا فولوينج. ذي ويل بي اب and down, okay, depending on the type of the sheet. So they will be up of the plane or down of the plane. اللي حنحكي هون عن ما يسمى بالR group أو side chain. ليش مش ممكن يكونوا هون على سبيل المثال؟ لأن وجودهم هون رح يعمل disruption للspace
اللي المفروض بس هو فقط للهيدروجين بوند الموجودة between the beta sheets. So that's why the R groups will be either up or down of the plane, because they will be available for second type of function or structural function بالبروتين. إلهم دور آخر في وظيفة البروتين وفي الستركتشر تبع البروتين. So البيتا شيتس بشكل عام موجودين على شكل صفائح مسطحة. They are stabilized by hydrogen bonds and the side chains will be above or below the plane. We could have parallel or anti-parallel structures in the beta sheets. So that's all about the beta sheet structures. The third type, as we described before, just a few seconds earlier, we have another secondary structure, which is known as a beta sheet. Okay, we have here glycine as a turning amino acid في هذا المكان وهذا الجلايسين عنده هيدروجين هون سمحت إنه يكون في عندي rotation بالنسبة ل polypeptide, so that's why it's considered as an important amino acid for the turn. هذا لا يعني يا جماعة إنه كل ما كان في عندي جلايسين معناها في عندي turn بهذا الشكل, تمام؟ طيب شو بدنا عامل آخر عشان نعمل هاي التيرن؟ بالضرورة طبيعة الأحماض الأمينية الموجودة هون على سبيل المثال في البيتا شيت, إذا كانت بيتا شيت ستركتشر usually it will make such kind of turn. وبالتالي مش كل ما كان في عندي جلايسين في عندي تيرن, هي بتسهل التيرن, فممكن تكون موجودة في هذا الستركتشر على سبيل المثال اللي هو خيط طالع النازل, هذا بسموه ألفا تشين, راح نمر عليه لما بنحكي عن الكولاجين على سبيل المثال. So the alpha chain is formed because we have glycine at certain points of this peptide. Okay, فمش كل ما كان في عندي glycine في عندي زاوية 180 درجة أو bend بسموها beta bend or beta turn. تمام. الآن بعد secondary structure في عندنا إشي اسمه tertiary structure. هذا كان قديما بالكتب التيرشر ستراكتشر, لكن بسبب تطور التكنولوجي زي ما حكينا قبل شوي والديتكشن ميثودز اند كاركترايزيشن اوف ذا بروتين ستراكتشرز, they discover that we have what's known as super secondary structure. ايش يعني super secondary structure؟ يعني structures زي الموجودين امامنا بالامثله هاي تتكرر في البروتينات. عشان اوضح هاي النقطه خليني ارسم بروتين A, بروتين خلينا ناخذ له شكل ثاني حتى نفهم, وهذا البروتين الثاني B. لو طلعت الان على بروتين A ممكن يكون في عنده الفا هيليكال ستراكشر بهذا الشكل, ونكمل كمان الفا هيليكال ستراكشر تنتين جنب بعض زي هذول اللي هما يسمى بالالفا الفا ستراكشر اور هيليكس لوب هيليكس. وطلعنا على البروتين الثاني كمان وجدوا فيه انه فيه نفس structure. هلا تعلمنا قبل شوي انه هذا الستركتشر اسمه الفا هيليكس, وبالتالي هو مكرر في البروتينات regular structure. We can understand that انه سموه secondary structure, مستوى ثاني من البروتين فولدينج. ولكن لما اطلعوا على معظم البروتين او كثير من البروتينات لاحظوا انه فيهم نفس الريبيت اللي الان بدي احط عليه دائره اللي هو هذا, عمال بتكرر في هذا البروتين, موجود في بروتين آخر وقد يكون موجود في بروتينات أخرى. تكرار نفس الشكل, تكرار نفس الريجولر ستراكتشر اللي هو هذا الشكل كاملا, خلى العلماء يصنفوه على أنه هو أعلى من السكندر ستراكتشر من ناحية الليفل من ناحية الفولدينج, ولكن ما وصل للتيرشير ستراكتشر بروبرتيز. هلا بنحكي عن التيرشير ستراكتشر بروبرتيز عشان هيك بكون أسهل علينا نفهم شو يعني سوبر سكندر ستراكتشر. So the super secondary structure عبارة عن regular structures, تمام, بس أعلى من ال secondary structure من ناحية الفولدينج وأقل من tertiary structure. So we have these regular structures that are repeated in proteins. أمثلة عليهم اللي هم alpha alpha structure, beta alpha beta form, هذا ممكن يكون موجود في أكثر من بروتين كstructure, beta minder متاهة البيتا بسموها, ضروري يكون هون عندي جلايسين زي ما شايفين السواعي هذول فيهم beta bends. And we have, لأنه على سبيل المثال هون أنا في عندي أكثر من secondary structure, إذا بطلع على هاي البيتا ميندر في عندي البيتا شيتس وفي عندي
beta turn أو bend وبالتالي more than secondary structure. So basically super secondary structure عبارة عن combination of more than one secondary structure زي هاي اللي هي عبارة عن beta sheet and alpha helix or more than one alpha helix. إذا بنطلع على آخر form بسموه beta barrel لأنه ماخذ شكل البرميل على سبيل المثال. هذول structures يا جماعة بسموهم motifs. Super secondary structures are called motifs. وهذا شيء مهم جدا بالنسبة له. Super secondary structure and to know what's the meaning of motifs هو عبارة عن level من protein structure إلو regular structure حتى يقوم بوظيفة معينة. زي ما حكيت قبل شوي إنه التكنولوجيا ساعدتنا أن نكتشف هذا الموضوع لأنه صار في دراسة أكثر على شيء اسمه transcription factors during the last decade or decades. Transcription factors اللي هم العوامل اللي بيساعدوا على transcription of DNA. That's why they are called transcription factors. So they found that these factors are rich with these super secondary structures or domains. دكتور تفضل. يعني هسه السوبر سكندري هي اكثر من secondary structure بس yes. السايد تشينز ما لهنش attraction forces لسه ولا كيف؟ السايد تشينز هو لهم رول تمام في الاستابيلايزيشن للبوند اللي بتوين secondary structure. Good question. We have here a rule for these side chains حتى تعمل stabilization. تمام؟ طب هيك دكتور مش هيكون في تزاحم بين الار جروبس هون؟ لا الار جروبس هون بتكون بعيده عن الداخل. يعني حتى اعمل انا stabilization لهذا الالفا الفا structure I have to have certain types of amino acids, certain types of R groups حتى تعمل هاي المسافه تحديدا. اذا تغير الحمض امين اللي هون على سبيل المثال it will disrupt the whole structure. طب دكتور لعل شو الفرق بينها وبين التيرشري؟ ممتاز. التيرشري ستراكشر يا جماعة اللي بننتقل له سؤال كويس is the following. Okay. خلنا نجاوب عليه سريع بعدين أرجع أكمل السلايد اللي قبليه. التيرشري ستراكشر حتى أميزه عن any other structure it is هون خلينا أكتبها single chain بكل بساطة هو polypeptide إلو بداية اوكي لا غير اللون معلش إلو لا مش راح تكون سي هاي راح تكون ان اذا قلنا بداية وراح يكون في إلو نهاية اخرى اوكي اللي هي السي. هاي اول مواصفة للتيرشري ستراكشر. احنا الستراكشر مش بيحدد نوع الروابط اللي بتعمل ستابيلايزيشن بيحددوا البروبرتيز تبعته. يعني التيرشري ستراكشر لازم يكون سنجل بوليبتايد ولازم يكون له 3D and function. اوكي هذا اللي بيحدد اللي هو ماهية التيرشري ستراكشر. داخل التيرشري ستراكشر I have secondary and super secondary structures. تمام نرجع ل secondary super secondary structures. الآن during the formation of the protein like this example here we can see that we have secondary structure like the alpha helix and the beta sheets الموجودين هون باللون الأصفر and between them we have these green lines اللي هم بيمثلوا folding of other lines of the protein or other peptide inside the protein. هلا هذا كله عبارة عن بروتين واحد إله بداية وإله نهاية. ممكن تكون هذه بدايته نهايته ممكن تدور عليها تلاقيها في الطرف آخر. Anyways it's just single polypeptide. هذا الستركتشر كامل هو عبارة عن tertiary structure تمام مكون من secondary structures like alpha helix و beta sheets مكون أيضا من هذول الفولدز اللي هم ضروريين للفاينل native structure of the protein. هلا احنا حكينا انه secondary structure راح تكون alpha helix beta sheets أو beta turn. السوبر سكندري ستراكشر اللي هم ريجولار ستراكشرز بيضل عندي هذول. هذا مش ريجولار ستراكشر اوكي بمعنى اخر مش منتظم في كل بروتينات هو عباره عن فولد. But this folding as well is not random تمام يعني مش عشوائي. هذا الفولدنج شو يعني مش عشوائي ونوت ريجولار؟ نوت ريجولار مش ماخذ شكل معين اللي هو الفا هيليكس او بيتا شيت او الى اخره. نوت راندوم
ليس عشوائيا في وجوده. بمعنى آخر، لو أنا عملت تغيير بسيط على واحد من الأحماض الأمينية الموجودة هون، غيرته، وخليني أعطي مثال على هذا النوع من الأحماض الأمينية، وكان هذا الحامض الأميني على سبيل المثال فالين، تمام؟ وأنا عملت ميوتيشن للفالين وأصبح aspartic acid، يعني very extreme mutation نسميه احنا، mutation very extreme mutation. هذا الأمينو أسيد الأصلي كان عبارة عن non-polar أمينو أسيد، تمام؟ غيرته أنا لpolar أمينو أسيد. non-polar أمينو أسيد has certain properties that allow it to not interacting with water، تمام؟ ما بعمل polar bond or hydrogen bond، بينما أنا حطيت واحد very ionic اللي هو aspartic acid and it will make interaction with the water. So the presence of this change or this kind of amino acid will change the whole folding property of the protein. I mean this random irregular structure, اللي هو not random, but irregular structure will be changed and it will affect the total structure of the protein and definitely it will change the function of that protein. فاللي احنا بنشوفهم هون شكلهم يبدو عشوائي, they are not random. Okay, they are designed in this way in order to have certain function. بس للأسف مش ماخذين regular structure. يعني آخر هذا الفولدينج ما راح ألاقيه في بروتين ثاني. أنا راح ألاقيه فقط بهذا البروتين. ولكن ما بصير إنه هذا يكون حر لوحده بالتغيير إنه يعمل rotation أو يعمل certain orientation. So these non-random, sorry, these non-random structure and irregular structure, they are very important for the final configuration of the protein. Configuration اللي هو final conformation of the protein. هذول الفولدز أهميتهم إجت من نسبهم. إحنا بنطلع على البروتين بشكل عام خصوصاً الجلوبولار بروتينز 50% تقريباً وأكثر من تركيبة البروتين بتكون عبارة عن non-regular, non-random structure اللي هم الفولدز الموجودين داخل البروتينات لأنه إلهم أهمية في تركيبة البروتينز. الآن ننتقل للنوع الثالث من البروتينز أو الستركتشر of the proteins اللي هو بيحكي عن tertiary structure of the protein levels or levels of protein structures هيك احنا بنسميها. هلا هذا معناه انه في عندنا مستوى متطور من البروتين له دور مهم جدا في الفانكشن للبروتين اللي هو ممكن يكون هذا بروتين لوحده وممكن يكون سب يونت من بروتين أكبر. حتى أميزه عن الكواترينري ستركتشر, الكواترينري ستركتشر بكون أكثر من سب يونت زي المثال الموجود أمامنا في عندنا more than chain, بينما هون عبارة عن one polypeptide. So basically again the difference is having one end of carboxyl amino group and another end for the carboxyl group and it contains inside secondary structure or super secondary structure or certain non-random irregular structures inside the protein itself or inside the subunit. فبشكل أساسي tertiary structure عبارة عن structure إلو 3D, okay, and it can be خليني أحطها هون بشكل نقاط. It can be a protein or subunit of a protein. يعني بعض البروتينات هي فقط tertiary structure, كل بروتين عبارة عن وحدة واحدة وإله وظيفة. بعض البروتينات لا, more than one tertiary structure, more than one subunit. فعشان تضل ثابتة بأدمغتنا كلنا شو يعني السبيونت, يعني البروتين ممكن يكون السبيونت هاي وممكن يكون عندي كمان سبيونت ثاني موجودة معه هيك عاملين هذا الستركتشر. Okay, so this structure will be called or this protein will be called quaternary structure, خليني أرسمه بشكل أفضل, will be called ليش تطلع معي هناك So this protein
contains two subunits. Okay, so it, وإحنا بنسميه بالعادة لما يكون مكون من وحدتين عبارة عن dimer. Okay, dimer معناها equals two subunits. عاملين one protein له function معينة. هذا المقصود في إنه شو يعني subunit. فكلمة subunit اللي هي الوحدة اللي مكونة tertiary structure. فبيسكلي this will be tertiary structure. Okay. خليني أرسمه برقم ثلاثة. برضو هنا كمان رقم ثلاثة. ف two tertiary structure together will form what's known as the structure الكامل نسميه إحنا the quaternary structure. فالفرق بين tertiary والكواتيرنري إنه التيرشري مع بعضهم بشكل كواتيرنري اللي هو نوع من أنواع البروتينز اللي مكونة من more than one subunit. Now, who is going to stabilize this tertiary structure of the protein? We have different types of bonds that will stabilize the structure. وهون بنرجع بنذكر مرة ثانية إنه إحنا انتقلنا من the primary to the secondary to the tertiary اللي هو single subunit here that is forming a peptide structure with a 3D configuration, and it can be part of a quaternary structure or it can be separate protein. So basically it's single polypeptide chain has 3D structure for specific function, and it may contain domains. هلا راح نحكي عن الدومينز. والدومينز ممكن تكون عبارة عن combination of super secondary structures or combination of secondary structures as we can see here. المثال اللي ضربته لزملائكم راح انا اطرحه مره ثانيه هون اللي هو اذا كان في عندي على سبيل المثال DNA molecule that has certain genetic code that has to be transcribed and then translated. So this translation process, transcription process, اللي هي عملية تحويل الـ DNA لـ RNA requires what's called transcription factors. So the transcription factors usually bind the DNA in this way. تمام؟ هلا وأحيانا بكون في عندي ضرورة إنه يرتبط عندي، خليني أرسمه بلون مختلف كمان. هذا اللون يرتبط بفاكتور معين ممكن يكون هرمون اللي هو باللون البينك. اوكي خليني اسميه هنا فاكتور عشان نضل متذكر ايش هذا اللي بحكي عنه. So this transcription factor in fact according to this example has two domains. Okay. هلا الدومين الأول اللي هون هذا بنسميه DNA binding domain. تمام؟ وهذا الآخر اللي هون بنسميه factor binding domain. بمعنى آخر إنه في عنده two sites. خلينا okay. So this is the protein that we are talking about, اللي هو tertiary structure, عبارة عن one polypeptide, إله وظيفة, subunit واحدة. في عنده مكانين, مكان للارتباط في DNA ومكان للارتباط في factor معين حتى يساعده إنه يعمل activation للDNA. هلا هذا المكان اللي مرتبط في DNA عبارة عن domain, عبارة عن مكان معين, عبارة عن 3D داخل هذا البروتين. وبرضه هون في عندي دومين آخر أو منطقة أخرى. إذا بدي أشبهها في شيء حي بحياتنا نفس المثال اللي طرحته لزملائكم إنه الجامعة على سبيل المثال عندنا مكونة من عدة دومينز. أوكي اللي هو كلية العلوم على سبيل المثال الموجودة أمام المبنى البوابة الشمالية هي تمثل الدومين تبع العلوم. وفي عندنا احنا في الكامبوس الجنوبي للجامعه كليه الطب والاقتصاد وهي بتمثل الدومين تبع الكليات الطبيه. الان كل المباني هاي كل الدومينز هذول ضمن وحده واحده اللي هي الجامعه. وبالتالي كل مكان في هاي الجامعه له وظيفه معينه حسب الاشياء الموجوده فيها. نفس الشيء بالنسبه للبروتين it has or it may have actually domains that have certain function. فالدومين له function معينه من ضمن
تركيبة البروتين. وتحديدا هون احنا ما ننسى انه قلنا انه هو ممكن يكون مكون من super secondary structures combination على سبيل المثال. وخليني ارسم هاي عبارة عن beta sheets على سبيل المثال بالنسبة لهذا الدومين. So the domain itself عبارة عن combination of super secondary structures, تمام, and it has to have certain number of amino acids. At least we have to have 200 amino acids in order to have what's called domain in the tertiary structure of the protein. بتمنى تكون واضحة فكرة الدومين في البروتين structure. Now moving to the stabilization bonds of the tertiary structure. يعني إذا كان عندي tertiary structure على سبيل المثال عامل هذا folding وعامل حاله بروتين وعامل حاله subunit, شو اللي بضمن إنه هذا structure يضل ثابت من N لغاية C, إنه ما يتغير شكله, إنه لازم يكون دائماً عنده ما يسمى native structure. شو يعني native structure؟ شكل أصلي. إذا تغير هذا الشكل بيخرب البروتين كله من ناحية structure وبيخرب وظيفته. So it's very important to remember that we have native structure that has to be in that structure forever. إذا تغير بتغير وظيفة البروتين. Okay, وهذا الحكي المفروض إنه يتعلمه الواحد في المساقات الأولى بالبيولوجي. So in order to stabilize this structure, we have these different kinds of bonds, اللي هما SS bond, hydrophobic interaction as a bond, ionic bond, as well as the hydrogen bond. How they will stabilize the protein structure. First of all, إذا بنتذكر كلنا, SS bond هي رابطة اللي بتشكل between two peptides, ممكن يكونوا بنفس البيبتايد chain, بين السيستين والسيستين لحتى يكونوا إشي اسمه cysteine. So this structure is called cysteine, نتيجة اتحاد two cysteines مع بعضهم بعملية oxidation. وعملية الoxidation معناها losing of hydrogen ions in order to form the SS bond or disulfide bridge in the protein. The hydrophobic interaction means that you have a polypeptide that contains hydrophobic amino acids or non-polar amino acids, and they are trying to do the following. Actually, they are trying to interact with each other because they are avoiding the water molecule. So if you have here H2O molecule, so these groups are hating water, اللي هم هذول groups. So that's why they are interacting with each other. وجزء تكون مفاجأة إن هي من الروابط القوية بعد covalent bond for the stabilization of the protein structure or tertiary structure specifically. The other two types of bonds that stabilize the tertiary structure could be the ionic bond, اللي هو بيكون في عندنا side chain عليها شحنة زي الاسبارتيك اسيد في هذا المثال مع اللايسين اللي هو acidic and basic amino acids, في عندهم شحنة كاملة وبيعملوا ما يسمى بالايونيك بوند اللي هي أقوى من الهيدروجين بوند اللي بالمثال الثاني. الهيدروجين بوند هون موجودة بين الهيدروجين والكربونيل جروب, مش الأكسجين اللي مشحون بشحنة سالبة, ولكن لأنه هاي لها attraction أكثر, so it will affect the orientation of the binding. فالهيدروجين بوند هي اللي تكونت بين الكربونيل والهيدروجين في سايد تشينز للأمينو أسيد, وهذول اللي بيلعبوا دور في الستابيلايزيشن للهول ستركتشر. So we can see it as the following. إذا كان هذا polypeptide جزء من tertiary structure, so it's going to be stabilized by ionic bond, بتكون حامض أميني على سبيل المثال, خليني أرسمه هيك, حامض أميني هون وحامض أميني هون, عاملين bond بينهم بواسطة الionic interaction. Another amino acid or amino acids here that can make hydrogen bond, and the cysteine amino acids will make the SS bond, while the hydrophobic amino acids with their side chains will make hydrophobic interaction in order to stabilize the tertiary structure. So we have different types of tertiary structures that will, different types of bonds that will stabilize the tertiary structure of the polypeptide in order to have 3D, in order to stabilize it. Otherwise, it will be disrupted. بمعنى آخر, إذا خربنا هذول الروابط أو غيرنا في واحد من الأحماض الأمينية اللي بتعمل crucial role في the structure, we will destroy the whole structure of the protein or the 3D of that protein. The thing is that I want to ask about is, do we have other types of bonds that can stabilize the tertiary structure other than these bonds?
ولا بس هذول؟ لندن dispersion forces والattraction forces بشكل عام. يعني عليك في عندنا روابط ضعيفة زي لندن فورس أو الفاندر فال بونز اللي هم بتعمل interaction ضعيف جدا، ولكن تجميع هذا الinteraction، تجميع هاي الروابط الضعيفة مهم جدا في الستابيلايزيشن للبروتين كامل. ففي عندنا روابط أخرى ضعيفة، وكل هذول الروابط معظمهم مش قوي، يعني الأيونيك والهيدروجين بوند كان بي disrupted like the hydrophobic interaction، ولكن كثرة هذول الروابط في البولبتايد يعني many hydrogen bonds or many ionic bonds will stabilize the structure in order to be in a tough formation or configuration as well as the presence of the other weak bonds اللي بتلعب دور بالfunction in the future. So it's very important to remember that we have also weak bonds that will stabilize the tertiary structure of the protein as well as the quaternary structure of the protein in the future. لحد هون بنكون يعني قطعنا شوط كويس في المحاضرة عشان نكون مستمرين بنفس النسق مع الشعبة الثانية. راح أوقف أنا هون. Next time we will continue. فإن شاء الله بناخد نص ساعة فقط من محاضرة يوم الأحد ونكمل على chapter number 3. أنا question بالدقائق الأخيرة. دكتور. بصير نرجع للبرولين. تمام. عندي سؤال عليه، إنه هسا إحنا بنعرف إنه في كود لكل أمينو أسيد صح؟ نعم تمام. البرولين هل هو الكود تبع التوقف يعني الستوبينج كود؟ لا 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 أنت خلصت الأمور. بس مشان نوضح لزملائك عن إيش بنحكي أنا وياك، الستوب كودون هذا موجود على المسنجر آر إن إيه، ما له علاقة بالأمينو أسيد. تمام. هذا البرولين عبارة عن أمينو أسيد جزء من البروتين، مش ستوب، ما بعملش ديستربشن لأي شيء، يعني ما بعملش ستوب لأي بروسيس. It's part of the protein, could be found anywhere inside the protein. طب دكتور البونز مش موجودة في السوبر سكندري ستركتشر صح؟ إيش البونز؟ اللي هن الأيونيك بونز وال لا موجودين هيدروكين. لا they could be found Uh-huh. in the super secondary structure. That's why it's stabilized as a super secondary structure. شكرا دكتور. العفو. أي سؤال يا شباب؟ دكتور. تفضل. بس في بالبرايمري structure اللي أخذناه المحاضرة الماضية في أشياء ما أخذناها، ما حكيتها. تفضلي، إيش ما حكيناش؟ في السيكونسينج تاع البيبتايد from its terminating end. كويس، ما نحل ذكرتيني بهاي النقطة. أتوقع أنه هذول بصفحة 15-16. Exactly. هلأ هذول مش مطلوبين فعليا. شوفوا الإشي اللي ما بحكي عنه كسكشن كامل ما رح يكون مطلوب. يعني هذا السكشن تبع determination of the primary sequence of any peptide is not included in the curriculum بالنسبة لكم كطلاب طب. تمام؟ صفحة 16 داخل اللي هي سكندري أصلا مش البرايمري. ممكن يكون بالتكست بالإديشن الثانية 14 ممكن. يعني يا إما 14 15 أو 15 16 حسب الإديشن. الفكرة إنه التايتل تبع البروتين determination as a sequence is not required or not included in the curriculum. تمام. السلام عليكم دكتور. يا هلا دكتور، ممكن تبعت لنا صفحات من الكتاب المش مطلوبة منا لأنه لا بس هذول يعني لا شوفي صفحات من الكتاب مش صفحات إلا سكشن معين زي اللي ما تكلمنا عنه نهائيا. تمام دكتور، في إشي الكليفينج هاي مطلوب؟ لا برضو الكليفج مش مطلوب لأنه تابع للسيكونسينج. تمام أوكي، أنا راح أصورهم أعملهم سكان وأنزلهم إنه هذول مش داخلين في الماتيريال. دكتور أي إشي بمر معنا ما بيكون مطلوب يا ريت تحكينا، ممكن تخبرنا عنه. ماشي، يوم ورامة ولا يهمك. يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية دكتور. أهلين شباب. بابا